بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدين الكرام في كل مكان، أحييكم مرة أخرى بانطلاق جميل، انطلاق متميز في هذا الصباح الجميل. الشوط الحادي عشر، كاس فيليب كار الحقايق 3 كيلومترات المسافة، المعلومات صحيحة على الشاشة. البدل القحتان بكار، عدلها يا أسامة، بكار الحقايق من 3 كيلومترات، منافسة جميلة، شعارات منطلقة في هذا الشوط، أسماء والله قوية وأعداد، أعداد حقيقة تصل إلى 40، 40 مشارك، 40 مشارك، 40 شعار، دائما وأبدا ما يحضن على النواميس. البداية مع المركز الأول، سمحة مع المركز الأول، راشد بن محمد بن عبد الله الزقيبة مع المركز الأول يحتل الصدارة، من يقدم سمحة. أيضا المركز الثاني زعفرانه، زعفرانه يا زعفرانه مع المركز الثاني، قائد المصانع الجنوبية غصاب بن مصبح راعي الطيره العامري. المركز الثالث، المركز الثالث مشاهدين الكرام، تتواجد مع المركز الثالث في هذه اللحظات محمد بن بطحان المنصوري. المركز الرابع، المركز الرابع الواري محمد بن سلطان بن مرخان، بدأت تتوارى الوارية. المركز الخامس الشاهنية، مطر بن سعيد الرميثي يقدم الشاهنية، واليوم والليلة ليلة الرميثي. المركز السادس، المركز السادس الخطيرة، سلطان بن سالم بن متعب العفاري. المركز السابع، المركز السابع هنالك من الجانب الأيمن انضمت إلينا في هذه اللحظات، علي بن جميل الوهيبي يقدم ثواني. أيضا هنالك مشكورة قادمة، عوض بن مبارك المهيري. أعود إلى مقدمة الشوط، أعود إلى مقدمة الشوط، أعود إلى المركز الأول، الرميثي، الرميثي ما زال، ما زال يبحث عن النقطة، أعتقد بأنها الخامسة، أعتقد بأنها النقطة الخامسة حتى هذه اللحظة. ما زالت الشاهنية مع المركز الأول، المركز الثاني خطيرة، خطيرة مع المركز الثاني، المركز الثالث مبروك مبارك بن عنوده العامري. المركز الرابع أيضا بن مرخان قادم. المركز السادس الأسماء بدأت تنضم، المركز السادس مشكور عوض بن مبارك المهيري. المركز السابع مبارك بن باني الدوسري. تاسعا هنالك عزيز بن حامد القرشي. عاشر نواب بن محمد بن عزيز. أعود إلى مقدمة الشوط، أعود إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول، الشاهينية ذهبت، ذهبت بالناموس، والنقطة الخامسة في هذا الصباح، الرميثي، الرميثي، ولكن المركز الثاني، المركز الثاني خطيرة، خطيرة مع المركز الثاني، سلطان بن سالم بن متعب العفاري، الأمور في خطر. المركز الثالث اللي قادمه، اللي قادمه بهجة، صقر بن حمد بن شطيط الوهيبي، وصل هذا الصقر، وصل هذا الصقر، وصل صقر بن حمد بن شطيط الوهيبي ليؤكد بأنه الصقر، الصقر، الصقر بن الصقر. تهانينا مشاهدينا الكرام لكل الفائزين لحظة الوصول. هنا مشاهدينا الكرام خط النهاية هو الفاصل ما بين الشاهنية وما بين بهجة، بهجة اللي أبهجتنا حقيقة بحضورها المفاجئ. بهجة ملك صقر بن حمد بن شطيط الوهيبي، والشاهنية ملك سعيد بن مطر الرميثي، بينما المركز الثالث الخطيرة ملك سلطان بن سالم بن متعب العفاري. المركز الرابع بروق ملك مبارك بن عنود العامري. خامسا مشكورة عوض بن مبارك، عوض بن مبارك المهيري. هنا التوقيت الزمني، ونعلن بأن بهجة
هي الفائزة معنا في هذا الشوط. تهانينا الصقر بن حمد بن شطيط الوهيبي، 4:29 جزء من الثانية. المركز الثاني 4:29 جزئين من الثانية. صاحبة المركز الثاني الشاهينية سعيد بن مطر، مطر بن سعيد الرميثي. المركز الثالث 4:29 ثلاث أجزاء من الثانية. تهانينا لمالك الخطيرة سلطان، سلطان بن سالم بن متعب العفاري. هذه هي